لك تطلعي قدامك يا اختي. خالته سمر، خالته سمر، ما تذكرتيني؟ انت مو خالته سمر؟ ما تذكرتيني وقت كتبت اسمك؟ انت رغده ما هيك؟ كانت رح تضربك السياره، ليش ما انتبهتي عليها؟ نحن منوصلك عالبيت، هلأ منخلي حسين يوصلك بالشحنة تبعها. إذا وصلناك منشوف حالتكم كمان. ماشي. والله عذبتكم معي يا عايشة خانة. وشوفي يا بنتي، الله يخلي لنا شحنة حسين. معقول اتركك وانتي هيك؟ ليش شو صار عالدنيا؟ معقول يعني يا بنتي؟ رغدة، منلتقي مرة تانية، إيه حبيبتي؟ المفروض انك تكوني هلا بالمدرسه، مو هيك؟ انت شفتي وضعنا، ما بيسمح نحطها بالمدرسه، وبنتي ذكيه فوق ما تتصوري، بس هيك الوضع، شو بدنا نساوي؟ سما خانو، في اي مشكله عندك؟ لا يا خانو، تفضل. يلا تفضل. حسان بيك، سمر خانم اجت. يسلم قدري. شو حلو هالمكان، هلا هذا هو بيتك؟ حسان حبيبي، هي رغدة وامها الخالة عايشة، بعرفكن حسان زوجي. لا بقى تطلعي هيك، قلقنا عليك كثير. حبيبي حسان، رغدة ذكية كثير، بتعرف تقرا من غير ما تروح على مدرسة. قديش عمرك يا أمورتنا الحلوة؟ عمري 9 سنين، بس مسجلة 6 لأنه أمي سجلتني متأخرة. يلا تفضلوا لجوا. لا شكراً، نحن خلينا نروح، يلا بخاطرك. شكراً كتير إلكم، الله معكم. وين كنت؟ أنت ما دخلك فيني. الحقيني على الغرفة فوراً.